نريد أن ترجع فيتش ويذر تاسك مصفوفة لتوقعات السلسلة، يعني هذا أننا نحتاج إلى تعديل نوع إرجاع إيسينك تاسك حتى يكون مصفوفة سلاسل، ويتمثل تأثير هذا في أن أسلوب دو إن باك جراوند سيرجع مصفوفة سلاسل الآن. في هذا الأسلوب وبعد أن نستعلم من الخادم ثم نقرأ تدفق الإدخال سنقوم بتنفيذ هذه التعليمات البرمجية. لتحليل الاستجابة الواردة من الخادم نستدعي Get Weather Data from Jason. ندخل سلسلة جيسون للتوقعات فضلاً عن عدد أيام التوقعات. للتأكد من إرجاع هذا لمصفوفة السلاسل الصحيحة يمكننا الدخول إلى الأسلوب، وبالجزء السفلي منه نضيف بعض بيانات التسجيل لطباعة كل عنصر في مصفوفة السلاسل. الآن عند تجميع التعليمة البرمجية وتشغيلها على الجهاز يمكنك الوصول إلى الزر ريفرش لسحب البيانات من الخادم. إذا قمت بفتح لوكات يمكنك معرفة أنه تم تحليلها بالشكل الصحيح، حيث سترى جميع إدخالات التوقعات.